هنا نقول الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون أول المجاهدين ضد نفسه، ينبغي أن يمر بمرحلة تدريبية يجاهد في هذه المرحلة نفسه ويدربها على أن لا تتأثر بمدح المادحين ولا بقدح القادحين ولا بذمهم ولا باعتراضهم ولا باستهزائهم إطلاقا بشكل من الأشكال. ينبغي أن يمر بمرحلة يمارس دورة تدريبية مع نفسه على هذا، وإلا فلن يكون داعيا حقيقيا إلى الله. سيهلك نفسه من خلال رغبته في أن يكون قدوة صالحة للناس. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. عندما ننظر إلى كبار الدعاة إلى الله عز وجل مثل فضيل بن عياض، مثل عبد الله بن المبارك، مثل حسن البصري، مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني ومعروف الكرخي، وهؤلاء عندما ننظر إلى هؤلاء الناس ماذا نجد؟ نجد أن هؤلاء الناس كانوا يعيشون مع ما نقوله دائما وحدة الشهود، يرون الدنيا مجرد أشباح كالمدينة المسحورة، لا ليس فيها أي فائدة وليس منها أي خوف وليس من ورائها أي أمل، هكذا ينظرون إلى الناس. النافع واحد والضار واحد، والذي ينبغي أن نمحضه حبنا واحد. كانوا قد وصلوا من مجاهدة أنفسهم إلى هذه النقطة، بعد ذلك أخذوا يظهرون أعمالهم طاعاتهم حتى يصبحوا نماذج للناس. نعم، فأما والله نحن اليوم البلد ملان دعاة إلى الله، والعالم الإسلامي ملان دعاة إلى الله، ألا ترون أن هؤلاء الدعاة كالذي يراوح في مكانه؟ ألا ترون ذلك؟ أين هي آثارهم؟ ولا شيء، أو آثار بسيطة قليلة جدا جدا. ما السبب؟ السبب أن نفوسنا قطعت علينا الطريق إلى الله عز وجل. فأنا عندما أظهر سلوكي من أجل أن يكون الناس مقتدين بي وأن أكون قدوة لهم، أنتشي إلى درجة السكر بمدحهم لي. وإذا جاء واحد منهم ينتقصني بلي أنت غلطان، وأنت ما لك عالم ولا لك شيء، وأنت غلطت بهالمسألة الفلانية وخربطت طول الليل ما بنام في همي هذا الإنسان، وبكرة شلون بدي رد عليه وشلون بدي فهمه أني أنا عالم وأنا مو مثل ما حكى. مضبوط، هذا الواقع. نعم، لا يستطيع الإنسان أن يكون داعيا إلى الله بهذا الشكل. شيخ الحقائق كان صوتك ملهماً.